حياكم الله من جديد مشاهدين. طبعا انضمت لنا ضيفتنا الأستاذة حصة صبيعي لتحدثنا أكثر عن مشاركتهم في مهرجان الوطني لتراث الثقافة الجنادرية اللي هم التدريب إدارة التدريب الأهلي في المهرجان. أسعد الله مساءك أستاذة حصة. ومساءك. أهلا وسهلا. ومساءك أيضا. لنتحدث بداية يعني طبعا هذه السنة أو هذا العام فعلا شاركت العديد من المؤسسات التعليمية وحظيت فعلا بتفاعل مجتمعي مرة كبير في المهرجان. حدثينا عن مشاركتكم كإدارة التدريب الأهلي في المهرجان. أولا حابة أعرف بالإدارة العامة للتدريب الأهلي. الإدارة العامة للتدريب الأهلي هي إحدى إدارات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتعنى بالخدمات القطاع الخاص الراغب في الاستثمار في التدريب، وتتبع المحافظ مباشرة، ولها عدة فروع تقوم بأداء مهامها تقريبا. أربع مهماتها الأساسية لهذه الإدارة في المهرجان؟ تشجيع القطاع الخاص الاستثمار زي ما قلنا في التدريب، في تدريب الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل حسب حاجة سوق العمل، وفي سبيل تحقيق الأهداف تنقسم لعدة إدارات. إدارة الرخص وتعنى بتقديم التراخيص لهذه المنشآت والمستثمرين الراغبين في الاستثمار. أيضا إدارة الإشراف وهي تعنى بالإشراف على العملية التدريبية بعد الحصول على الرخصة. وأيضا هناك إدارة المتدربين. إدارة المتدربين تعنى بتقييم مخرجات هذه المنشآت عن طريق اختبارات شاملة للدبلومات والبرامج، وكذلك عن طريق اختبارات دورية للدورات التأهيلية. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هذه مهماتكم الأساسية كإدارة التدريب الأهلي. أيوة. طيب ماذا قدمتم للجنادرية هذا العام تحديدا؟ في هذا العام شاركنا بجناح يقدم منح تدريبية للزوار الجناح الأم اللي هو جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. بلغت المنح التدريبية ما يفوق 300 منحة للبنات، وإضافة لها ما يفوق أيضا 300 منحة للبنين. الدورات المقدمة عن طريق المنشآت الأهلية التي نشرف عليها. بادرت هذه الجهات بتقديم هذه المنح لخدمة المهرجان وخدمة المجتمع، فقدمت هذه الدورات كمنح للزوار المهرجان. ما شاء الله تبارك الرحمن. هل كل عام حسب بتشاركوا مثلا في المهرجان الوطني لتراث الثقافة الجنادرية أم فقط هذا العام أم السنة الأولى؟ كل عام عادة نشارك، ولكن مشاركة السنة هذه كانت مميزة، كانت بجناح مستقل داخل الجناح الرئيسي، الجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. كيف لقيتوا إقبال الزوار على جناح المؤسسة؟ كان الإقبال ما شاء الله يعني كبير جدا على جناح المؤسسة العامة ككل، بالإضافة لجناح التدريب الأهلي، لأنه بهذه المناسبة يعني أدعو المشاهدين حضور المهرجان وزيارة جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. في عدة فعاليات تجمع بين التشويق والفائدة. فيه الجناح الخاص بالنساء مستقل يقدم ورش تدريبية في مجال التجميل، في مجال التجميل منها دورات مكياج، دورات شعر، دورات بشرة، دورات مكياج سينمائي السنة هذه. أيضا في دورات صيانة الجوال، بالإضافة لصيانة الجوالات. أيوة صيانة الجوالات. أي ما شاء الله، يعني مكياج وصيانة جوالات وشعر، هذا خاص في الجناح النسائي فقط؟ اي خاص بالجناح النسائي. هل خصصتم شيء للاطفال، وتحديدا انه كثير من زوار المهرجان يعني بتكون كثير منهم يعني جايبين اطفالهم معاهم للتعرف على هذا المهرجان الوطني التراثي؟ يعني بالفعل اهتمام المؤسسه بالطفل كان واضح السنه هذه. كان فيه ركن خاص بالطفل داخل الجناح المستقل النسائي لخدمة ورعاية أطفال المشاركات في الدورات. أيضا بالإضافة لكذا في أكاديمية الطفل. أكاديمية الطفل كانت مشاركة جدا مميزة هذا العام، قدمت ورش تدريبية للأطفال، منها ورش في الإلكترونيات، منها ورش في فيه المبرمج الصغير، فيه المصمم الصغير، فيه أيضا التمديدات الكهربائية،
فكانت ورش جدا مشوقة ومحفزة ما شاء الله، وتشجع على تحسين النظرة للأعمال المهنية. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب هل هنالك مثلا يعني مثل ما تفضلت قلتي في جناح مخصص للأطفال، مثلا بتعرفوهم على هذا المهرجان يعني تحديدا إذا كانت سنهم 4 سنوات 5 سنوات، مثلا أحد متخصص يعلمهم مثلا إيش هذا المهرجان الوطني لتراث الثقافة، كيف مثلا ممكن نعرفهم على عاداتنا على تقاليدنا على ثقافة المملكة العربية السعودية بشكل عام؟ بالتأكيد بالتأكيد، فيه عرض أيضا تصميم قسم تصميم الأزياء النسائي، فيه الملابس النسائية، بالإضافة لتعريفهم بالمهرجان ركزت المؤسسة على الناحية الأهم بالنسبة لها كوظيفة كمهنية فقدمت للأطفال هذه الورش، حببتهم في 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 لبس اللبس الرسمي للمهني وايضا خوذة الحماية، فكانت جدا يعني مميزة. ايش هم اللي كنتوا بتعلموهم للاطفال يعني بالنسبة للملابس؟ بتوفروا لهم الملابس انه نعم في ورش نعم العمل؟ اللاب كوت والخوذة، فحتى بعد ما يشاركون او اثناء مشاركتهم ياخذون لهم صور تذكارية، فكانت جدا رائعة مميزة. فعلا جميل، وكلها مجانا هذه الدورات؟ اي كلها مجانا. طيب اذا بتقدمي نصيحة مثلا او بتبغي تتكلم مع المشاهدين عن جناح المؤسسات التعليمية بشكل عام وعن إدارة تدريب الأهلي بشكل خاص، ايش بتقولي لهم؟ كيف ممكن انك تدعيهم للمشاركة في هذه في المهرجان في هذه الدورات التدريبية؟ الأجنحة هذه عادة يمكن نمر فيها ونعتقد انها فقط أجنحة رسمية تعليمية، لكن بالفعل إذا دخلنا فيها نلقاها تجمع بين المتعة والفائدة، وفعلا أنا حسيت فيها السنة هذه بالذات يعني كانت مرة جدا جناح المؤسسة. للأسف ما تشرفت أني أشوف الأجنحة الأخرى للإدارة التعليم والإدارات التعليمية الأخرى، لكن بالنسبة لجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كان جدا رائع، يجمع بين الفائدة والتشويق والمتعة. من جد شيء رائع. طيب ايش ممكن هل تقولي لنا هل هنالك مثلا صعوبات واجهتكم في البدايه؟ صعوبات عاده تواجه اي عمل، ولكن بقياده معالي المحافظ دكتور احمد الفهيد والمشرفين جميعا على جناح المؤسسه طلع الجناح بشكل رائع جدا، ساهم بتعريف الناس والمجتمع بالأشياء اللي كانت يمكن تغيب عنهم، بالإضافة للسنة هذه الإدارة العامة للتدريب الأهلي اللي هي إحدى إدارات المؤسسة العامة بقيادة المهندس صالح القويفل ظهرت بشكل أوضح كتثقيف وتعليم للمجتمع وخدمة للمجتمع صحيح. وقدمت عدة مبادرات، المبادرات اللي قلناها اللي هي المنح التدريبية أكثر من 600 منحة ما بين الرجال والنساء مجانية طبعا، بالإضافة في 300 دورة للنساء تدريبية. تفوق 300 دورة للنساء ومثلها للرجال، فمجموعها فوق 600 دورة ما شاء الله تبارك الرحمن، كلها مجانية يعني. وتتراوح الدورات زي ما قلنا بين الدورات إدارية، دورات تطوير ذات، ودورات حاسب آلي، ودورات لغة إنجليزية أيضا. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حتى تطوير الذات مرة روعة. من جد الله يعطيكم ألف عافية حس صبيعي، وأتمنى لكم كل التوفيق فعلا. فيها بكمل لك عن الأشياء اللي قدمها جناح المؤسسة، وأبغى المشاهدين يعرفون واللي لهم علاقة إن شاء الله واللي لهم علاقة فيها، اللي هي منح أبناء شهداء الواجب. قدمت المؤسسة منح الأبناء شهادات الواجب، دعت الإدارة عامة التدريب الأهلي شركائها منشآت التدريب الأهلي، وكان إقبالهم منقطع النظير على تقديم هذه المنح، مسابقة في تقديم المنح بلغت المنح تقريبا 15,000 منحة تدريبية للبرامج والدبلومات لأبناء شهداء الواجب. ومن هذا المنبر أحث الأبناء شهداء الواجب أو من يعرفهم بالتقدم لهذه المنح والاستفادة منها، مجانية تماما، الشهادات تصدرها الإدارة مجانا،
الاختبارات ايضا مجانا. فقط في المهرجان ام خارج المهرجان ايضا ممكن يتواصلوا معاكم؟ منح شهداء الواجب دائما باستمرار على موقع الاداره للتدريب الاهلي. 18000 دوره، 15000 منحه، 15000 منحه. بالامكان الدخول على موقع الاداره للتدريب الاهلي وفيه رابط للتسجيل على هذه المنح. باذن الله حصه تكون رسالتك وصلت وانا بوصلها بعد المشاهدين. اتمنى لكم كل التوفيق لرفع وعي مستوى المجتمع فعلا من خلال اداره التدريب الاهلي وايضا المؤسسات العلميه او التعليميه اللي فعلا شاركت في هذه المهرجان. وطبعا مثل ما تفضلت حصة صبيعي قالت إنه هنالك 15000 دورة تدريبية لأبناء شهداء الواجب، إنه ممكن تتواصلوا معهم سواء في مهرجان جنادري أو خارج المهرجان، تتواصلوا معهم من خلال الموقع إدارة التدريب الأهلي. مشاهدي ما زلنا متواصلين معكم، حنأخذ هذا الفاصل ونرجع لكم مرة ثانية.